جل تدخلات مصالحنا كانت جراء ارتفاع منسوب مياه الأودية عبر الطريق الوطني رقم 19 بكل منطقة بوعشة العسولات الزاوية والزراولة، وعلى مستوى دائرة الأرجام سجلنا ارتفاع منسوب المياه بثانوية الشيخ حجاز ومحطة نقل المسافرين وعمارات 200 سكن. للأسف الشديد سجلنا بعض الخسائر المادية ولم نسجل الحمد لله أي خسائر بشرية. العملية لازالت جارية، نوصي مستخدمي الطريق الوطني رقم 19 بتوخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة بقطع الأودية. وجا الواد فات فوق الكانتراك قطع لي وانا صوالحي في واسمو كي لحقت للدار لقيت ثلاث نعاج وزوج معيز راحوا لي داهم الواد وزاد دالي ثمن جباح تاع نحل وزاد من وسالي في الجنان ما خلى الجنان حتى حاجه. رانا خايفين على الديار تاعنا اللي يروحوا لنا الواد هذا، عندها 5 سنين ولا 6 سنين يتكرر هذا الكلام، كل خطره كل ما يجي الشتاء تكررنا هذه المشاكل هذه تاع الواد هذا.